أنا أختك، أختكم من مسلمة سورية. أنا عندي 4 أولاد أيتام، عندي 1 أجره مقطوعة، ما يعلم بالحال إلا الله، ما عندي معين إلا رب العالمين يا أخوات المسلمين. والله العظيم عندي 1 أجره مقطوعة، ما عندي مساعدة إلا رب العالمين يا أخوات. والله نقدر من ضد الميديا ما أنتوا حنلجوتوا هاي هستا أفر عرور أجانو أيتام هستا نكير وحكون أنت خرح أو أنت جوري وقصود مي سوريا أفرتان عرور أي هستا أيتينا أو مارتي سوري وجران أي أصوب هذي هاي ذا دوات الشيء جنوس هلا صعى والله مسلمين تا ماشان هري هبين كل بعد سنة هاي كوني سمر على مركز صحة صيدا السبورة ناركو واقعيش ولا دار. تفضل يا أختي. السلام عليكم، أنا أختك، أختكم من مسلمة سورية. أنا عندي 4 أولاد أيتام، عندي 1 أجره مقطوعة، ما يعلم بالحال إلا الله، ما عندي معين إلا رب العالمين يا أخوات المسلمين. والله العظيم عندي 1 أجره مقطوعة، ما عندي مساعدة إلا رب العالمين يا أخوات. إذا تحبوا ساعدوا أختكم السورية الله يبارك فيكم يا أخوات. ما عندي بيت. الرجل راح، الرجل راح البيت في الحرب، توفى الرجل في الحرب، هو راح، هو في البيت نزلت قذيفة في البيت وراح الرجل وراح البيت عندي. والله العظيم يا أخوات المسلمين ما يعلم بحالي إلا الله. جزاكم الله الخير يا أخوات المسلمين، الله يبارك فيكم يا رب. ولا شيء وحنا شرط قري إنه كدمي أو نينك هذه هي وما عرفت قريها أنا سري أقول بحين. ولا الله المسلمين توه كعسى سا إن العصا عبيو خف على وحه أول إن شاء الله تعالى دواتها ستوقف اسكم ركسون واي هذه هبين اسكوني سو. ولا الله المسلمين تلا واحد يبي وحكوس لنا إنه يسوع عبيان ولا شينا أو هستأفر عرور أو يتينا خفت وحسيو إلهي معناها بنقاد وسمي إن شاء الله تعالى إن هالرفع يستو ولا شيء واحد هستمن هذه هبين سان اسكت عيشان سا كم يوم قبل كم متى التوفى إلى زوجك؟ إنه 7 سنوات متوفي. 7 سنوات متوفي وأولاد في سوريا، أنا وحدي هنا. ما عندي حقك أجيبهم لهنا. من اللي يساعدكم على أولاد أكل والسكن البيت؟ أمي مرة كثيرة عندهم في البيت. أمي جالسة عندهم بالبيت وأنا يعني ما يعلم بحالي إلا الله. الحمد لله ما يعلم بالحال إلا الله يا أخي، ما لي مساعدة إلا رب العالمين. أوكي، ماذا تطلب على أخوانك المسلمين؟ أطلب المساعدة من أخوان المسلمين إنه يساعدوني عشان أجيب أولادي لهنا. عشان أجيب الأولاد لهنا. هلا إجا العيد يا أخوات وما عندي، ما عندهم ملابس العيد. عيدية ما عندهم ملابس العيد يا أخي. ما يعلم بالحال إلا الله يا أخوات المسلمين، الله يبارك فيكم يا رب. ما ماذا وأجي إذا سدوا عيشوا هاي صو حتى وح أمها يعيد أمها يدوس وعيشوا سا هذه هبين حد حفيز كانوا ما تسكو ينسي ولا الله مسلمين تمي بدو إجوا معك عصا هنا ولا شيء إن صو عابيان صدق يران مقشو دك إله وحدي بي إن عابيان ما لي إله كان سوريان كا أو ودك جوا دواتوين خفوا اللي بحاجة أم دواتو بقوني هستا ولا الله هنا مسلمين تأو حك عصا هنا هل يلاو أو مرة بقول علينا إني عابيان ولا الله المسلمين تخفت وحولي إنه وش هالجرايا ما مثلاً مو بس كيشوني سبحان الله سبب كذا ما كأركو سنة أو عمر جودة ده هاي على شيء قدوه مثل ده هاي قولي أسكت تجينا وأسكت لنا أنا نيك يو أنا عروت إن كuchen أمهات يا جنتان وصل على ده هاي أبي ماشان أبو دنت يقول إنه أنا لقاه أنا ليش بده هاي خف إسخان وصل ويا وامتحان نيك ما تجو مجو بري دواتا اسكت مسايب واجب تو ولا عليه المسلمين تد الله بتباريو الهي مجوجي دواتان او كلي الله متصو الله كقربدان او دد قاكودها الهي كوريجيو صدقده حلال بخو الهي دتيسا لو بخسلو نيستو ولا الله المسلمين تا حديب وحل ديبي كرو عليه سو حلو عاويو ني ود بخو اديو نفتاد كقاد نفتاد ديب واي دواتوينا هيستو خفولي بوخاي دهداي اني ما مالهين سومال ما مالهين انت ما مالهين كامل استاغ لهين هدي على اثنان عن قبلها صدقك أوكله وأسكن ولا لها ومشي الجولة هذا ظروف جرى يحالة أوجد أي أساس وجدت مرك ولا لها مسلمين تاع ما بدو يجوا وحقق السهنا إن عابيان ولا شينا لمبر كي دوا كان فراها وإبر تضوى سلاشن يسدح إبر سلال لمبر كان وصو درسان شاشتنا وصو خري دونا هدي إلهي هذا خف وليبه ولا لها العاب إنما المؤمنون إخوة وايدات ولا لها ولا له
نفتاد وما تقدمون من أنفسكم إلهي وحوده تجدون عند الله نكي ما أنت وح المصدى وعكر إلهي أكتس وكبر بارنا ما أنت خيامنا وكسينا إن شاء الله وتعالى صدق هذا البحث ما صنك رمضان كأخيرا الوجرة أنا وحان أودان إنا صوب باهينو وبلشد هوسكينو إذا كان وحي أودان إنا أمارتي أبسو عابي سانا دي وحبا أودين وشير قرينا ودعي إلهي خير هسيو ماشي قومت الله كورابيو دعوذ حتى وحاواهي وفائده وعابي حتى وحاودينا لنبرك هذا وصادر وهويدا ما نبو بساسواهي صون إن مدبدان السوبع يسي وجانس كارتا ويسنين ما أنت أسكوها لني ولا لها مسلمين تأو حكو عسينا إنا عاويا ولا شيء المسلمين في النهاية ماذا تقول أخي في النهاية وقبل ما نخرج ماذا تطلب أطلب من الله إنه يساعدوني يساعدوا هالأيتام إنه بس أشتري حق بيت حق البيت ها أشتري أنا بس أي بيت أقاوي هالأيتام فيهم أيوة إن شاء الله أنا أقاوي هالأيتام وعيش أنا والأيتام فيهم إن شاء الله كم تكون العيال عسرة عندي أربع أسرة أربع عيال أربع أولاد أربع أولاد أمي مرة كبيرة في السن الكبار كم عمره اللي الكبير اللي إجره مقطوعة عمره 19 سنة ها الأصغر واحد اللي أصغر واحد عمره 11 سنة 11 سنة إلهي وعناها هل عاوي وحيرا أصي لمن هل قسي عاوي أقوم واي محمدا هل عاوي وح على وحي أبودان إن شاء الله تعالى وحن سكوت الدار منا نفتينا وحن سكوت الدار منا إن عن عاونا ونرجع نقدر لنا وان خفوا اللي بوحه أبود وصم إن شاء الله تعالى وصاحب كينا مختار جديد وحن نقل سعتين ضد الميديا بلانتين وعاونات إن شاء الله دكتور سمير محمد أو أهد دكتور كحرم تفايو كلينيك wax uu ka dabeynay dhamaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wajiga ambaarta googo'a timaha hareeraha wajiga waxa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaalo ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhamaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxa sababa daawooyinka la isticmaalo iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaalo si qaldan hadda waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska dabka bio clinic ayaa ah xarun mar walba ka daweynaysa cudurada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaas uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ay ku leeyihiin